على ضفاف شواطئ البحار، قصص آبائنا وأجدادنا ممن عاشوا على هذه الأرض الطيبة تروي لنا كيف استطاعوا تحمل مشاق الحياة وتحدياتها. كان آبائنا وأجدادنا في الماضي يخوضون غمار البحار ويكتشفون خباياه، كل هذا طلبا للرزق. حي الله العم بو خلفان. مرحب. مرحب الطيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله حبيبي. شو أخبارك طيب؟ خير طاب حالك. تتريانا أشوفك؟ نعم. ها؟ خبروني إنك بتيني وأترياك. هاي اليلسة الحلوة الجميلة عندها النخلة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شو أخبارك علومك؟ طيب الحمد لله. طيبة؟ الله يبارك فيك. إحنا اليوم إن شاء الله ذكرياتنا مع الوالد غانم سعيد الكعبي. نعم. من مدينة كلبة، وبناخذ لك طبعا جولة في هذه المدينة وفي المناطق اللي انت ربيت فيها. الحمد لله. من هذا البيت؟ نعم. لا، في بيوت قبله. في بيوت قبله، كان هذا البيت من السوق الشعبية. انتقلت فيه انت؟ انتقلت فيه. نعم. عمي بو خلفان، خبرني الفرجان كانت مثل هذه بالضبط تقريبا، تغيرت الحين شوي زادت؟ كيف كانت علاقاتكم اكثر يعني في الاجتماعيه؟ الحين غير، والاول غير طال عمرك. اول خبرني عن اول. العادات الابوليه غير، والحين غير. احنا الريايين قربنا بن مخيل. في الضاحيه. هي النخل اللي تدور وحي النخل. ايه. يصير النخل اللي يشرط واللي يخلب واللي يحش. متى تروحون النخل؟ متى تروحون؟ من العصر. ايه. من العصر من تقدس ولا حد اللي ما قال احد ييزر، واحنا الاولاد نسقي. الاولاد ييزر واحنا نسقي. مع الوالد؟ مع الوالد. ولا الوالد ولا بيدار. حلو. البيدار ما بمعاش، بزراعه. شو كانت زراعتكم قبل؟ زراعه البصل والفندال. شيء من الفواكه شيء تزرعون؟ همبه؟ الهمه ما تروح، خلي هذا بالنخل. الهمه ما من هاك الفتره موجوده؟ موجود موجود من قبلنا بعد، قبل احنا نستوي. كنتوا تبيعون في الـ في الـ في منتوجاتكم يعني، ولا لحالكم انتوا بس؟ لحالنا، وشيء يصدر لدبي. ولا جيرانكم؟ ليه لدبي، يصدر لدبي والشارقه يودوه. الهمبة والزيتون والبيدام هذه لذيذة. كانت الفواكه عندكم يقول من كلبة؟ موجودة موجودة. كانت حلوة لذيذة، كانت من الماي يقولوا، ولا من الماي؟ من الماي اي مش زرع عاش اول مدينة كلبة، بالخص في الهمبة وفي الزيتون والماي العذب والماي الحلو. ايه. وسام ما سمعت عنه؟ ايه. والسور ما سمعت عنه؟ نعم. عمي بيتك الاولي في سهيله كان؟ اول في سهيله. نعم. اول في سهيله. ايه نعم. كيف كانت البيوت قبلها؟ اول بيوت من سعف. كرين، الهبري عنده كرين، وحد عنده خيمه. ايه. خيمه قدامها عريش، والحوش ترى دواري مثل كم دعن، اربع متكايات رواي، بدون رغايب يطح. كثرة الرايلة وضحكتها. تردوا تبنونها مرة ثانية. ردت تبنيها مرة ثانية. هذه الحياة الأولية. شو من الألعاب لعبتوا أنت بالفريج هذا؟ نلعب احنا التبة. ايه. ونلعب السرو. الأول. كورة بكورة هاي ما التبة معروفة، التبة اللي هي الخشبة هذه؟ لا لا لا، التبة هاي. ايه.
ونغرفها بلوح. بلوح. احنا 6-7 انفار. واللعبة الثانية؟ السرو. ايه. ها في الليل. غلبوك ولا كنت تغلبهم بالليل؟ لا كنا ما واحد مع ما الواحد 7-8 انفار يضربك ونلعب حوسة. حلو. نسوي حوسة دوارية ويجي واحد يكفك على راسه ورقب. الحق انت تزخه. زين ابو خلفان. تسلم. احنا من هذه السوالف الحلوة. أي. من هذا الفريج بعد. نعم. بننتقل وياك ان شاء الله بهاللاند روفر. خير. جاهز وياي؟ خير. جولة ان شاء الله بناخذها وياك. توكل على الله. ناخذ اخبارك وعلوم بعد. يلا ابو خلفان. سافرت وين بعد سافرت عن قلت لي وين الاماكن اللي سافرتها السعوديه قبل اول ما سرت السعوديه طال سرت السعوديه هذا في ايام حكم صقر بن سلطان ايوه قامت الناس تسافر وحطونا جواز ورقه كيف الجواز هذا يعني كان جواز ورقه شو مكتوب فيه دوله الامارات لا بعد ما استوت ما استوت الامارات الامارات المتصالحه كان الورقه هاي مكتوب فيها الامارات المتصالحه ايوه واسمك عليها بس ختم صورتك على اي جلوري وسير ورقه هذا يعني تصريح مثل جواز وتصريح عباره لا جواز عباره جواز هذا جواز انك انت من المنطقه الفلانيه تابع للشارجه ولا تابع للشارجه توابعه ايوه شوف راح دبي مثل راح كل حد ياخذ من بلاده ما كيف سافرت قول لي وين سافر اول شيء من طلعت من هنا من كلبه من كلبه سي الشارجه شارجه رحت بسياره سياره منها مثير شو من السيارات عريبي 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 وفي شلون العربيات ولا جيب شوف ما جاء طريق ما عندنا طريق ثاني ما كان في شوارع ما شيء تصير عماني ايه من الدروب هاي اي نطلع على اسود نطلع من عمان على اسود ندش ندش من هناك ندش الديد من هناك دي عاد كان يروح صوب مسافي بعد مسافي ماشي طريق كان بعيد ماشي؟ ماشي درب ايه مسافي ماشي درب احنا من صوب ثوبان من هالمناطق هذاك من هناك من عندهم روح من هناك من شمال ما اعرف عنهم ايه لكن احنا عندنا هنا من كلبه؟ من كلبه وخور كلبه ومن اللي فجيره ايوه كنا نسير منه على عمان زين وندش عمان هذا من مركز عمان ايه لين الديد؟ ايه من الديد على الحويلات وعلى مناطق المغرب لين توصلوا وين بعدين؟ من ديد سي الشارجه مطار الشارجه ما هي مطار سي الشارجه روحها زين الشارجه وين توصل؟ نوصل الشارجه داخل وانت يومين ما كان ما رحت بطياره يعني انت ولا؟ لا ماشي طياره اول ايه شوف ما سافرت اللي بطياره اللي ما عنده جواز من تم يومين 3 ايام الشارجه لين اخذ الجواز يسوي لي هنا جواز اقول لك ورقه زين وانت اخذ جوازك من سير دبي ومسير العبرة وين العبرة من دبي ايوه هذا قصدي العبرة من دبي من دبي هي لنشات العبرة كيف كانت لنشات لنش تركب في اللنش وتم خوار طلع من دبي وتم 4 ايام 5 ايام لين نوصل البحرين ولين نوصل ويا منو سافرت اول مرة؟ والله اخوي ما اتذكرها ويا الوالد ولا حد ثاني؟ لا سافرت يعني من البلاد؟ ايه سافرت ابوي طارتني ويا واحد اسمه خليفة خليفة بن سعيد ايوه من راعي بلادي كم سنة تميت في السعودية؟ والله تميت زمان طال عمرك يعني تروح وترجع كنت؟ اسير وارجع تمس هنا سنة هناك سنة ولا 6 شهور اللي يوديني اي وياي يوديني ويجيبني لما كنت في السعودية كيف تتراسل تواصل مع اهلك؟ الحين تميت سنة سنتين انت هناك ماشي كيف تعرف اخباركم؟ اخبارنا اللي جاي منا يا مكتوب لك مكتوب ايه ولا طرشوا لي قال لك شيء كلمني عن البوسطه راعي البوسطه هذا البوسطه هذا يوم جاي بليك ولا غيرك مطرش لك الحناء ايه؟ ولا مطرش لك مكتوب ايه؟ ولا مطرش لك بسيس عند اهلك بسيس وحط لك دخل يجيبه من هنا من هنا شلوا هي يجيبوا لك هنا وينك انت تعطيه ربيه هذاك يعطيه نص ربيه وكل واحد على قد حاله اللي يستمتع ما تعرف منو هذا كان شو اسمه راعي البوسطه من عندكم؟
والله نسيناهم يا اخوي توفوا. بس هو من كلبك انا؟ من كل واحد بالفديرة من كل مكان يعني. هنا بالمنطقة الشرقية. يجيب لكم اغراض من هنا ويوصل لكم هناك، كنتوا تعطونا اغراض بعد. احنا يوم يجي بعد نعطيه. يوم يروح يجي. اي حق مثل ما ياب مثل ما ودالك. بعد يوم تجي تعطيه. تعطيه وش بطرش حق اهلك؟ ها؟ عندك 50 ربية بطرش لين ابوك ولين. طبعا انت مسافر عم مشتاق لاهلك. اي. وأهلك يتريوا منك شيء. يبوا لك الرسالة، هو يقرأ عليكم الرسالة؟ هو اللي ولا هناك يمكن عندك حد مطوع يقرأ لك الرسالة. شو يقولوا لكم يعني احنا بخير وصحة ولا شو يقولوا؟ بخير احنا ما نشد إلا عنكم ونباكم تونا وبتعرف كلام يعني. ويطمنونكم على حالك. عاد أنت تستانس هني. بالك يرتاح شوي. ايه طبعا يوم تسمع ما قال. ايه سفر بعيد ما في تلفون ما في شيء. لا تلفون ولا في تلفون ولا غير تلفون. الحين ثانية وحدة تعرف الحمد لله. الحمد لله الحين في أي مكان أنت تتكلم. ايه بث مباشر على طول. ايه. وتميت في السعودية لين؟ متى تميت؟ تميت والله أقول لك عايز. رحت الكويت بعدين؟ رحت الكويت ويا واحد معد من الجماعة هناك. هذا بعد السعودية رحت الكويت. من السعودية. من السعودية رحت الكويت. إيه. سرت الكويت والله بعد تميت حوالي 3 شهور. 3 شهور. واشتغلت في هناك. اشتغلت بعد. وعقب رديت. متى رديت من الكويت آخر شيء خلاص آخر سفرة بعد ما سافرت؟ والله رديت قبل الاتحاد. قبل الاتحاد. إيه رديت اشتغلت في أبوظبي. اشتغلت بأبو ظبي شو اشتغلت؟ اشتغلت بأبو ظبي شركة برامرود. شركة؟ شركة برامرود. مال شو هالشركة مال بترول؟ هذه مال بترول. ايه. تحفر وتمد خطوط. ايوه. احنا سايرين البحرين. ايه. ومن البحرين شغلونا من هناك ويابونا في أبو ظبي. الشركة هذه؟ الشركة هي. التنقيب عن النفط. حد في التنقيب وحد في الخطوط يمدوا بيبات من مكان لمكان. هذا كان في الستينات تقريبا هاي. قبل بعد قبل. ايه. كان يدوروا قبل. هي. ايه. تميت والله زمان. اشتغلت عندهم ها؟ اشتغلت. كم الرواتب كانت؟ والله كان يعطونا الشهر 1000. 1000 ربية؟ 1000 ربية. 1000 ربية. وايد ما شاء الله عليك. هي كانت 1000 ربية يعطونا. بعد سوالفك الطيبة هذه. وذكرياتك ما شاء الله الجميلة اللي أكيد طبعاً يمكن لو نقعد يوم كامل ما بنخلص. ما بتخلص هي أول. وذكريات أول البحر بناخذها عند البحر شو رأيك بعد؟ يهديك الله. مني لسان وانت على البحر. يهديك الله. وبنسترجع الذكريات الحلوة الجميلة. توكل. تعالوا ويانا مشاهدينا أنا وأبو خلفان وذكريات البحر الجميلة تابعونا. خلفان يلا احلى ذكريات انت قلت لي على البحر. البحر شو تتذكر في البحر؟ البحر كله ذكريات. اول شوف هاي السفينه. هذا المحمل العود. هذا المحمل العود هاي اللي جينا هاي له. ايه. ماشي غيرها ما ظهر طرادات ولا ظهر غيرها. تمت ذكريات هنا. تمت ذكريات على البحر ما عنده حد. رحت للبحر في المحمل سافرت؟ سافرنا في البحر اشتغلنا في الليبير طلعنا في السعودية الأسفار. السمك ايه ولا سفار طلعت ها وين؟ لا سفر ماسر. ايه. سفر ماسر طال عمرك. بس صرت في السعودية ها؟ ايه ايه صرت في السعودية واشتغلت في السمك هناك في السعودية في الليبير حوالي 15 سنة لست في السعودية. محامل كانوا يسوون عندكم محامل هنا يصنعونها؟ هنا باشي ماشي ها؟ هنا بس استاد يصلح ولا يصنع ماشي. يجونا من خور فكان يوم أحد يسوي عاملة يجيب الصوري من خور فكان. إيه. الصوري وهو ينسابه يخدم عاملة لحد بس ولا ما حد ما يعطي مصنع حق خشب يصنع ويبيع ماشي. تبي تسوي عاملة تجيب الأستاد الصوري ويابوا ياس النفر ولا نفرين واشتغلوا فيها. العاملة هنا تخلص 3 شهور 4 شهور 6 شهور هم وياها اللي يخلصوها. والضغوة بعد لحقت على الضغوة اشتغلت الضغوة؟ هي الضغوة الضغوة نحن لاحقين عليه.
بحار، عند قاسم بيرق، وعند حياة بن نصيب، وعند بن عيسى وأحمد سليمان. جميل. هاي يسوي عوامل وإحنا عشنا. وتعلمت من الوالد. تعلمت من الوالد ومن الناس. لأولي طال عمرك. ذكريات جميلة عند الوالد بخلفان، بنكملها بعد على البحر من خلال جولتنا في هذه المنطقة. يلا بخلفان. خلفان، شو الادوات اللي كنتوا قبل تستخدمونها حق الصيد؟ ادوات الصيد هذه، هاي الدوابي. بس من شو كنت تصيد؟ هذا الدوابي انواع، هاي القراقير، هاي الحل. ايه الدوبايه اكبر، هذا باعين ونص. ايه هذا مقص باعين ونص، وفي فردي اصغر منه. ودوبايه اكبر منه. بس قبل شو كنتوا تصنعونها؟ تصنعون من الزور. ايه أول ما هي السيم، أول من الزور، خصوصا النخل الأخضر، تسوي قرقور من خصوصا النخل تشرخه. أيه. وتسوونه نفس الطريقة تقريبا، نفس الدوباية. نفس. أيه. الدوباية، وتسوي لها عبارة زور صاحي عشان روايل مالها. أيه. عمدان عشان ما يوم يتوسخ ينشم، تثبتها يعني تقريبا. إيه إيه. تثبيت اربع جهات، حطي لها زور تربط فين، تربطن فيها عشان يوم تخرس ما تنهجم. وتحطوا داخلها ثقل بعد معين عشان تنزل تحت القاع؟ لا، حط حصى صغيره. حصى صغيره عشان ما، لان من تخرس الزور. كم يوم تخلونها في البحر؟ يومين اول. يومين ثلاث ايام تشليتها. وممزوره سمك؟ ها، اللي فيها اللي موجود، اللي موجود واحد من المدبول. هذا دبي حقت في البحر. أيه. ما يعلم عنه الا الله سبحانه. يا واحد يحصل فيها وايد، واحد يحصل فيها شويه، واحد ما تحصل فيها شيء. الحمد لله، هذا رزقك اللي الله كاتب. شو غير القراقير، شو غير الدوابي بعد؟ ماشي، اول الدبي. أيه. هاي دبي مال زور وخيط تحدق. ما كانتكم الياخ بعد؟ الياخ هذا حق الكنعد. حق الكنعد. هي بس غير الكنعد ماشي، اول ما حد يسوي الياخ. حق خباط والكنعد، حد مسوي وحد ما مسوي، اللي هي دبي هي الاصليه. ويوم يسفين كل واحد يسوي ذو، تعلم اللي ما تعرف تعلم، ما تعرف تخدم البابا تخدم دبي. الحين انت ما تطلع بحر؟ الحين انا ما اطلع. قطعت البحر؟ ها، الحين عندي الحمد لله اولاد، الله كرمني باولاد والحمد لله، هم قاضين عني اي شغله ويشتغلوا وعايشين الحمد لله. انت قلت لي ان بعد تروحون المزرعه، كيف كنت يعني الوقت اللي تروح البحر؟ متى تروح المزرعه؟ اسير العصر. هي. العصر يوم ما هي شغل اسير العصر. ويوم شيء ضغوه اول شيء الضغوه. ايه العصر عقب ما هي، حتى لو العشائيه اسير انا ويا ابوي في النخل. غبرنا حق الثيران، حق الثور. نعم. غبرنا ولا حشينا، قصينا لنا حشيش، جبنا معشه حق البقر. البقر اللي في البيت ولا الهوش اللي في البيت، هذا الاول، هاي الحاجه. والصبح تكونوا الصبح يكون المزرعه، والعصر تروحوا البحر. البحر صبح عصر يوم وقت الضغوه. أيوة. ايام الشتاء، الحين في ايام الشتاء. أيوة. اول ضغوه بدوي بري يعني، صبح عصر يوم ما هي ضغوه تعرف النخل، يوم غربي يوم مطر، احنا في قيدنا. كنت تروحوا الزراعة وتيون البحر، وكانت هاي حياتكم تقضونها كل الأيام بهالبساطة يعني. غير ماشي. إيه نعم. ماشي. ولا في السافر يعني، يوم استوى سفرت أنا سافرت للسعودية. إيه نعم. ولا في البلاد ما عندك إلا نخلك وبحرك، ماشي غير اللي عندك. يوم ما عندك ما تسير البحر تسير النخل. واشتغلت قلت لي بالضغوة. اشتغلنا بالضغوة. وفي أماكن معينة تضغون فيها كنتوا؟ إيه نعم. ومنعرفها إن شاء الله من خلال جولتنا بعد. هو هذا على الساحل هنا على طول. إيه نعم. الساحل. شو كانوا يقولون قبل البحر لهناس؟ ناس لفيحة يعرف التوح؟ التوح مليار ما كان من ساعة تاح سريحة قال هذا خيط مليار راير راير. ايه؟
الجولة الحلوة أبو خلفان. أيوة. في المكان الجميل. الحمد لله. أبى أعرف وين أماكن الضغوة قبل كانت عندكم في كلبة؟ البر، البر الشرقي هذا شرقينا. أيه. شرقي الرفراف. من كلبة إلى الخطم، إلى مركز الخطم. أيه. في مركز لأن إحنا على البحر. أيه. الحين أول ما شيء مركز لك الحين سووا مركز على الخطم لينا. ما الأمان من هناك وما نحن من. هاي أماكن الضغوة. محل الضغوة. إنزين قبل كم شخص يشتغل على الضغوة؟ العاملة هاي فيها 40 نفر 30 نفر هيك كله على البلاد يضغو. ما يشتغل أيام مشتلحين مطرحة في الضغوة كل واحد شارع حصل لي 500 ربية 400 ربية قبل هي نلقاك كان مطلوب. بس كيف كانت الضغوة قبل؟ الحين يمكن في طراريد تسحب الليل. الحين سيارات اول باليد، سيارات تسحب ايه الحين باليد أول قبل باليد باليد ايه كل 15 نفر على يم ويصلبوا والعبث ما الحين لا والعبث خفيف شيء بسيط يعني ما مثل الحين الغزل ثقيل والغزل قوي مثل ما تقول ما يرد بسيارات والعرب ما تشتغل الحين منو يشتغل الحين من العرب الحين اللي احنا البحر فيه بعد بيشتغلوا ولا بعد شو الصعوبات اللي كانت عندكم اول قبل ما شاء صعوبات فيه كانت يعني لما تطلعون حق الضغوه وترجعون كم يوم تم يمكن يوم كامل الحين يوم كامل يوم الصيد تم الا يوم الصيد يوم ما صيد لا ترد يوم ماشي بريه ترد باليوم كم مره تضغون كنتوا قبل او نضغ مرتين ويوم صيد وايد لمره واحده لين تخلصوا هذا كله على راسك السوق ما هي سيارات كيف تعرفون اماكن السمك يعني حق الضغوه؟ الضغوه يتشال بريه تشوفونه من البر ها؟ اي تسوي طيره وتسوي فراغ وتسوي تشوفها مساوده ابو خلفان ابوي قاعدين نعيش الاجواء الحلوه الطيبه مع نسمات الهواء الجميل وقبل على هبات الكوس الجميله على البحر الحمد لله تتذكر هاك الايام؟ نعم الكوس الاول ايام القيض ايه القيض ايام القيض اول الكوس يطنب ولازم الموي وذاك البراد الحلو يا سلام ايه ولا في ايام الشحن هاي الغربي الحين غربي ابرد كنت تجلسون على البحر على السيفه؟ ايه وين اول ما شي مكان ميالس اول ميالس العرب على البحر احنا في الساحل الشرقي كلنا اللي على البحر الحريم ما قال خبرتك انا في السكيك ونحن الرياي على البحر اللي عنده شغل واللي ما عنده شغل ترى يرسين يسولف ببساطه على قد حالهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نعمه من الله كانت كان في شيء غوص هنا غواصه عندكم من كلبه؟ لا يسير الغوص يسير الغوص في ناس نعم صار من وين يسير الغوص؟ يسير في الساحل ايه ولا هنا في كلبه ما حد ما صار غوص ايوه ولا السفار كانوا بعد يطلعون؟ يطلعون من خور فكان من خور فكان اللي يسافر يركب الابوان في خور فكان ويسير بحار ولا مقدمي كان وراح البحر معروف حطوا مقدمي ولا بحار هناك في خور فكان ولا منا ما عندنا ابواب انا بقول صار السفر من كلبه وخور كلبه ما شيء كان يجيبوا لكم بضائع البحر يعني يوم يجون من السفر يجيبوا البضائع لازم كل من وين وين كانوا يجون يبندرون؟ يبندر خور فكان كله بخور فكان خور فكان البندر اصلي ما شيء وتجيبوا البضائع من هناك؟ من هناك اللي بيجيب شيء الحين يصير شارجه ما يجيب خطاره لعياله الحمد لله هذا الزمن شو من البضائع كانت توصلكم قبل؟ كل شيء اللي بيجيب وزار واللي بيجيب غترة واللي بيجيب من وين؟ من الهند؟ من الهند من الهند يوم جاي ايه والأخير بشر أبو خلفان انتقلنا قبل انتقلنا من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية اللي احنا فيها وهذا الخور كان موجود قبل بعد موجود هاي من استوت الدنيا هذا الخور موجود مثل ما هو بس كنتوا تنتقلون بعد من الغربي إلى أول ماشي عبرات ولا شيء جميل السباحة يوم يتبار ويوم يسقي أبو خلفان أنا وياك انتهت جولتنا وذكريات حلوة وجميلة الحمد لله عشتها أنا وياك ومع مشاهدينا بعد بارك الله فيك دامنا موجودين احنا في هذه المنطقة وهذه الجهة نرجع مرة ثانية للجهة الغربية زين نشكر مشاهدينا على المتابعة نقول لكم تريونا في حلقة قادمة مع السلامة يلا أبو خلفان يلا حياكم تفضلوا